بادرنا بملف جديد حول ضبط السوق المنتوجات. في الوقت الحالي رانا نقيمه في كل ولاية تروح من واقع، لأن في الكثير من الأحيان كاين عديد العوامل اللي تدخل في الحسبان. في الوقت الحالي رانا نديره بالتقييم هذا على مستوى الولايات مع مختلف القطاعات اللي عندها الصلاحيات في ضبط السوق، كما وزارة التجارة وزارات أخرى. وسنعمل إن شاء الله في الأسابيع الجاية به نزيد محور جديد في القطاع، هو ضبط السوق والكيفية اللي نقدر ننظم أحسن المتدخلين باه نتفادى هذا نظن المشاكل.